كان حادث اغتيال 2 من شرطة المرور وإصابة 2 آخرين برصاص مجهولين على دراجة نارية في جولة سوزوكي ضربة قاسية أخرجت منتسبي شرطة المرور عن صمتهم، فأضربوا عن العمل وتظاهروا أمام مبنى إدارتهم معلنين جملة مطالبات صمتوا عنها طويلا حسب تعبيرهم. رحنا عند المحافظ، رحنا عند مدير أمن، رحنا لما معاشيق وقدمنا رسالة لرئاسة الجمهورية، للأسف ما حد استجاب لدعانا. طبعا نحن الآن خرجنا، نحن الآن هنا خرجنا، وفعلا نحن الآن واقفين بوسط الطريق، نحن مش مقتنعين باللي عملناه، لكن للأسف وجدنا آخر طريق لنا. شرطة المرور كانوا من أوائل الذين نزلوا للعمل بعد انتهاء الحرب، وبعد وحشة الشوارع المقفرة من وجود الدولة كانوا واجهتها في المدينة التي بدأت بالتعافي من موات الحرب. الآن يواصلون الإضراب بحجة استمرارهم 8 أشهر من العمل دون رواتب لأغلب المنتسبين، فيما يشتكي المستجدون من عدم توظيفهم رسميا. والآن نحن نريد منهم الترقيم. يا أستاذ، نحن ما يقعش من دولة ظالمة إلى دولة أخرى تظلم. أحد المستجدين كان من ضحايا حادثة جولة سوزوكي وهو يؤدي عمله. الشاب رهيب ذو 20 عاما لا يزال زيه الرسمي ينتظره كل صباح، ودموع أمه تتساءل بحسرة عن ابنها الذي ذهب إلى العمل ولم يعد. أنا ابني أخذه ولا يروح مكان، بقلبي ويدي ورجلي ما سكر، مش خاف عليه، راح شغله من الأمان يضربوه فوق، هم فوق الشغل حرام. وأنا أبغى أدير الأمن، زعزعت أمن، تخوف الناس، يعني هذه ابني الأول ولا هو آخر شيء. فيما يدرك والده وهو الشرطي القديم في قطاع المرور أن الهدف من هذه العمليات الإجرامية ليس ابنه بصفته الشخصية، بل لإرهاب المجتمع وزعزعة الأمن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.